ليش ساكتة هيك؟ أنا بعرفك كتير منيح لما تكوني متضايقة من شي، احكي لي شو بكي؟ تعي عدي هون وحكي لي شو اللي مضايقك ولا تخبي عني أي شي بنوب. مالي متضايقة ولا شي. شلون ولا شي؟ قلت لك مالي متضايقة. ايه مزبوط، بس نحنا مع بعضنا من زمان، ولا تفكري انه ما بفهم عليكي وقت تكوني حضرتك متضايقة من شي. بتضلي ساكتة وما بتحكي ولا كلمة، شبكي احكي. انا بعرفك، تعي قولي لي لشوف. خلصنا بقى، شو اترجاكي؟ هالبنت حبابة وبريئة. قصدك جانجا يعني؟ لأمتى بدها تضل عنا؟ رح نتعلق فيها كتير. وساجار عم بيضل راكد وراها كل النهار. ايه وين المشكلة؟ انت ما عم تفهم علي، هالبنت غريبة، بعدين تربية البنات ما لها سهلة، هي مسؤولية كتير كبيرة. طيب هلأ هي صغيرة، بس بكرة لما تكبر أكيد رح يحكوا علينا، وانت بتعرف انه مجتمعنا ما بيرحم. يعني لا سمح الله إذا بصير شي للبنت شو رح نساوي وقتها؟ ومرت أخي كانت عم بتقلي إنه. وإنتي من إمتى بتسمعي حكي لهي؟ اسمع، وأنا كمان حبيتها لجانجا، بس نحنا ما فينا نتجاهل الحقيقة. أنا بعرف منيح إنه مرت أخي بتبالغ كتير بالأمور، وكمان مرت عمي مو عاجبة أبداً إنه جانجا تضل قاعدة ببيتنا، وهي خايفة من الناس إنه تبلش تحكي علينا، وخصوصي إنه هالبنت أرملة. هلأ هو في وجهة نظر بحكيه، يعني اللي عم تحكيه مرت أخي ومرت عمي ما له غلط، صح ولا لا؟ وإذا مو اليوم بكرة أكيد نحنا لازم نلاقي حل سريع لموضوع جانجا. وإنت لازم تفكر بالموضوع بشكل جدي، هي وين لازم تروح؟ مرت عمي فهمتني إنه ما بيمشي الحال يضل الوضع هيك على طول. لهيك انت لازم تقرر باسرع وقت ممكن لو سمحت. شو بدك ساوي يعني؟ انا قلت لك انه حكيت انا وراقاف بالقصه، واكيد رح نلاقي لها حل. ولوقتها ساجار مبسوط وامي ما انا فرقانه معها، ليش انت اكلي هم؟ ما عم بفهم. ولو سمحتي سكري لي بقى على الموضوع. ليكي انا رح اتاخر على المحكمه، اليوم عندي قضيه مهمه، واذا بتاخر اكيد بتصير مشكله، لازم امشي فورا. يلا بخاطرك.